السلام عليكم البنات. اليوم غادي نصوبوا لي شوسون، كيجيو فنين وكيجيو اقتصاديين، والحشوة ديالهم كتجي فنة من الداخل. غنبداو على بركة الله، غندوزو نصوبوا الحشوة. كناخدو هنا مقلة كنديرو فيها بصلة وفلفلة حمراء وخضراء، مقطعين مربعات صغار صافي، وكنزيدو الزيت ونزيدو العطرية حتى هي. كنديرو خرقوم، تحميرة، كينجبير، شويه ديال الملحه والقزبر مطحون. صافي كنحركوا كل شيء مع بعضياتهم حتى كتبان لنا البصله والفلفله. من بعد كنزيدوا شويه ديال لاداند، هنا لاداند حسب الكميه اللي بغيتوا نتوما. صافي كنشحروهم مع بعضياتهم، كنزيدوا شويه ديال الربيع. صافي وكنبقاو نسلطيو فيهم. هنا الا بغيتوا تزيدوا الحار زيدوا الحار، حتى هو كيجي زوين. صافي مي كطيب لينا هنا الحشوه كنزيدو عليها الفرماج احمر. صافي وكنحركو كل شيء وصافي وكنخليوها تبرد. هنا كندوزو نصوبو العجينه ديال لي شوسون. كناخدو نص كيلو ديال الفورص، كنديرو معلقه ديال الخل وشويه ديال الملحه. صافي وكنجمعوهم بالماء عادي بارد. صافي كنبقاو نخوف القياس ديال الماء، وحنا كنشدو كنخلطو العجينه وكنشدو قياس ديال الماء. صافي مي كنجمعوها كلها كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. من بعد كناخدو كنبسطوها فوق سطح العمل، وكناخدو هنا الزبده، رابعه ديال الزبده كتكون ديجا بارده في الثلاجه، كنحكوها في الحكاكه صغيره. كنحاولوا نفرقوها كلها العجينه. من بعد كنشدوها كنتنيو الثانيه الاولى، وكنرجعوا نتنيو الثانيه الثانيه بحال كيما كتشوفوا بحال هكا. صافي وكنستعنوا ضروري بشويه ديال الدقيق، وكنسرحوها بالمدلك بحال هكا، كنبسطوها كما كتشوفوا. كنرجعوا عاوتاني كنتنيو هاد التنيه الاولى هكا والثانيه، وكنرجعوا نديروا وحده فوق وحده. صافي وكنبقاو مستعنين ضروري بالدقيق، مره مره كنرشوا شويه ديال الدقيق. صافي كنبقاو نسرحوا بالمدلك عاوتاني، وكنبقاو خدامين بحال هكا، كنديروا وحده الفوق وحده لتحت. هاد الطريقه انا كنديرها تقريبا ما بين 3 المرات حتى الربعه، بحال اللي بغيتو نتوما. صافي مي كنكملو بحال هكا، كنديرو ليها السلوفان وكندخلوها للثلاجه تقريبا واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه المكانه، قد ما ارتاحت مزيان. صافي كنجبدوها كنسرحوها فوق سطح العمل كلها، كناخدو واحد القطعه دائريه. صافي وكنبداو نقطعوهم دوائر. كنقطعو العجينه كلها اللي عندنا، ولا ديك الاطراف ديال العجينه اللي كيشطوا لنا كنحيدوهم، كنديروهم في السلوفان، كنخليهم من بعد كنرجعوا نخدموا بهم. صافي مي كنكملوا العجينه كلها كنقطعوها، كتكون ديجا الحشوه بردات عندنا. كناخدوها وكنبداو نديروا الحشوه. ها نتوما كما كتشوفوا كنحاولوا نديروا، نحاولوا ما نديروش الحشوه بزاف، ندير واحد المعلقات حتى لجوج معلقات بحال هكا. كنديروها في الطرف الفوقاني ديال العجين، وكنحاولوا نتنيو بحال هكا هانتوما كما كتشوفوا. صافي وكناخذوا فورشيط وكنوركو من الجناب بحال هكا كما كتشوفوا، بحال هكا من الجنب كندور عليها كلها. كنديروا هذه الطريقه بحال هكا باش ما تحلش لينا، مي كيدخلوا ندخلوهم يطيبوا ما كيتحلوش بحال هكا كما كتشوفوا. صافي وكنبقاو مستمرين هانتوما كما كتشوفوا. عاوتاني كنتنيو التنيه الاخرى عام الجهه، واحده عامره وواحده خاويه، كنت نوافق منها. صافي كنبقاو مركين بالفورشيط حتى كنكملوا كل شيء. من بعد هانتوما الثالثه كنصوبها قدامكم، سهله صراحه. وكاينه هاد لي شوسون كاينه واحد المول ديالهم، حتى هما كديروا فيهم العجين وكديروا لي شوسون، ديروا الحشوه لداخل وكتوركوا عليها. صافي كنكملوا كل شيء. كناخذوا لاطه كنديروا لها ورق ديال المطبخ اللي متوفر عنده، اللي ما متوفرش ما يديروش. صافي وكناخذوا كنداخذوا بيضه كنديروا فيها جوج معلقات ديال الحليب. صافي وكنحاولوا ندهنوهم كلهم مع بعضياتهم. هنا راه خرجت ليا جوج لاطات. صافي كندهنوهم كلهم، كنكونوا ديجا مسخنين الفران من قبل على نار متوسطه. صافي كندخلوا اللاطه كنديروها الفوق، كطيب لنا من التحت كنعاودوا نهبطوها، كتحمر لنا من الفوق كنخرجوها. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو فنين
وهاد العجينة صراحة ديال هاد لي شوسون كتجي فنة وكتجي زوينة، كيجيو مقرمشين كما كتشوفوها هانتوما بحال هكا. ومي غنقطعها هانتوما غتشوفوها مقطعة، كتجي مرقة من الداخل صراحة، وكتجي فنة وزوينة. بالصحة والراحة.